بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وزملائي طلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط. يسعدني ويشرفني أن أنا النهاردة نقدم لكم بعض الحاجات اللي هي مهمة في كمراجعة بالنسبة لمنهج الهلمنثولوجي في الباراسيتولوجي. احنا خدنا في الهلمنثولوجي 3 اجزاء، اول جزء نسميه تريماتود والتاني سيستود والثالث نيماتود. كل واحدة من دول لها كاركتر معين. عشان ما ننتهش في العملي ان شاء الله الفيديو ده هيبقى هو المعيار بتاعنا او هو المسؤولين عنه في ان شاء الله في المنهج اللي موجود معانا. هنراجع كل شريحة بتفاصيلها، لكن انا مطلوب منك في الامتحان فقط ان انت تكتب اسم الشريحة بس يكون كامل، اسم الشريحة يكون كامل، خلاص. فبنعمل ريفيجن للعمل كله على بعضه، سواء كان تريماتود او سيستود او نيماتود. فبنبدأ بتريماتود، وديك شايف هنا في الطبع ده على طول، دي هتقول ان هي فشولة، فشولة جانتك اهي، واضحة اوي كمثال للتريماتود. انما اول الشرائح فشولة عندنا في الأدر، فشولة جانتك وفشولة هيباتك أدر. دول شريحتين انت بتقدر تشوفهم تحت الميكروسكوب العادي او الديسكتي، وبيبقى ما يميز الاتنين ان هما فيهم تنترا سكر از جانكشن في انتيرور كون، دي الكون اهو اللي هو الشولدر ده، وذ ريست اوف بودي، وفيهم برانش تيس من تحت واوفري وانتستين. انا مش عايزك تدخل في التفاصيل، انا عايزك تعرف بس ان الفشوله جانتك كبيره شويه عن الفشوله هيباتك بالحجم، دي نمره واحد، وليها سمول انتيرور كون، الحته دي صغيره، فبالتالي بتعمل بارل مارجن، يعني الشولدر بتاعتها مش كبيره، وبالتالي اللاترال سايد بتاعتها بتبقى بارل فور اتش اس. انما في الفشوله هيباتيكا ادر لارج انتيرور كون اهو اللي هو ده العرض ده بنسميه لارج انتيرور كون. كفرنج لاترال مارجن، كونفيرجنج لاترال مان، كونفيرجنج لاترال مان اهو زي ما يكون واحده مدخنه كده، خلاص. ده الفرق بين الفشوله هيباتيكا والفشوله جيجانتيكا ادر. الايج بتاعت الفشوله بنسميها فشوله سبيشيس ايج. حضرتك لو انت فاكر انا كنت بقول لك تذكر الاسم بالكامل، لازم تقول كده فشوله سبيشيس ايج. ليه بقول كده؟ لان دي انت بتقول فشوله بس دي يبقى مش هقدر افرق بين الفشوله هيباتيكا والفشوله جيجانتيكا ايج، وبالتالي العنصر الاخير يبقى لازم اقول ان دي ايج. فالايج هنا تبقى اوفر ان شيب اوبركوليتد، واحنا الشريحه اللي بتيجي في الامتحان تبقى زي كده، نصور لك دي من تحت الميكروسكوب، يبقى الاوبركلم بتاعها دايما ديتاشمنت كده او واضح وكلير ويلوش ان كلر وبايلستيند يعني، وبتبقى يعني من الحاجات اللي هي كبيره وواضحه تحت الميكروسكوب وتجينا كتير في الامتحان. بعد كده عندنا الاضل تريماتود، عندنا الدايكروسيليام دندريتيكام اذر توم، وعندنا هيتروفس تروفس ادلت، وعندنا الكاينوستوم ريفاليوتام ادلت فور، وهناخد الباقيين. ديت اللي هي دايكروسيليام دنتراتيكام لانسيت شيب، شكل اللانسيت كده، وليها بوينتد اكستريميتي، ادي الاورا سكر وادي البستير اند بتاعتها، واليوترس اهو بيبقى برانشت، ودايما بيبقى واخد يمكن اكتر من نص اللي ايه، ودي التستس، واخد بالك الوضع ده حلو خالص. انما الهيتروفس التروفس كبير شيب، وبتبقى ليها بنترا سكر وفيها جينتا سكر تاني في الميدل اهو، وبعدين بيبقى التستس اهو موجوده ايه من تحت، لكن فيها اهم ميزه فيها ايه جينيتال، فيها جينيتال سكر موجود. اللي كاينستوم ريفاليوتا هنا ادي اورا سكر لكنه فيه هيد كولر
سبورتنج سباينز اهو على الهيد كولر، على الهيد كولر، وفيها لارج فينترال ساكر. شوف 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 الفينترال ساكر اهو، والتنسس اوفال او اباف ايتش اذر، وبيهايند ذا ميدل اوف ذا بود. انما ده كله عباره عن كلهم هرمافروديت، لكن ناخد في كل واحده ميزه كده. ده اليوترس عامل زي الشجره اهو، تنسوليتد دايكوسيلم دنتريتيكا، عشان كده بقول عليه دنتريتيكا. والهيتروستوبس في فينترا سكر، والايكينوستوم ريفاليوتم فيها اورال سكر، وحوالينه من هيد كولر سبورتد باي الاسباينز. ده بقيت الفرق بين الثلاثه عشان برضو كده تحطهم جنب بعض كده الفرق. البارامبستوماتيدي والبارامبستوماتيدي دي ليها اورال اند فينترا سكر ار اوبزيت تو ايتش اذر، يعني ايه؟ يعني الاورال فوق والفنترال ايه تحت. يعني دي اهم ميزه في البارامبستوماتيدي في العملي، ان ليها اورال سكر فوق وفي فنترال سكر من تحت. عندي اربع انواع من البارامبستوماتيدي: بارامبستوما سنفاي، كوتولوفرون كوتولوفرون، كارميرا سجريجيروس، جيسكاس جيبتيكاس. اقولهم تاني بالراحه: بارامبستومم، بارامبستومم سيرفاي، كوتولوفروم كوتولوفروم. معلش يا اسماء عامله زي اسماء بس مش عايز اقول. كارميرياس جريجيرس، جاستروجيكاس ايجيبتيكس. اقولهم تاني: بارامبستومم سيرفاي، كوتولوفروم كوتولوفروم، كارميلا سيجريجيرو جاسكت. كلهم الاورال ساكر وفنتريكس اوبزيت تو اسر، واحد انتيرو واحد بوستيرو، انما كلهم بير شيب فيما عدا الجاسكت فيها انتيرو كون بيبقى شيبت بارت، والبوستيرو بيبقى ديسكودر، يعني حته كده عامله كون كده وبعدين في حته تاني ديسكود. الانتستاينال سيكا ودي اللي تبص عليها كويس قوي في البارامبستوماتيدي، تبقى سيمبل في حاله البارامبستوما سرفاي وكوريجيتد وواصله لغايه الاخر زي ما هنشوفها دلوقتي في الصوره. وبعدين هنا في الكوتروفرون كوتروفرون تبقى سيمبل كوريجيتد ديش تو ذا بوستيريو اند برضه زيها زي البارامبستوما سرفاي، انما في الكارميز جيت تو شورت ريش تو ميدل ذا ووم. يبقى اول ميزه في الانسان سيكا هنا الفريق الجاستو جيسكاس ايجيبتيكس، الجاستو جيسكاس كارميلا سيجريجيز. هتفرق لي بالكارميلا سيجريجيرس دي ان فيها انتستاينال سيكا بتبقى لغايه الميدل بس، انما في الباقي كله بتبقى ريش لغايه الاخر. ماشي، يعني بتبقى كورجيتد في السرفاي وكوتروفروم، لكن في الجيبتيكس بتبقى سيمبل. خلي بالك هنا انت جاستو جيسك طلعتها من الشكل ده، من شكلها الاولاني ده، ودي طلعتها من التست بين الاثنين دول. التست تبقى تندم فور البارامبستوم كوتروفروم زي بعض، لوبيوليت اوبزيت تو اتش اذر، تندم يعني ايه؟ يعني واحده فوق واحده تحت موزين كده. اللوبيوليتد اوبزيت اتش اذر دي في الكارمير سيجيرس، سترونجلي لوبيوليتد اوبليكلي سيتويتد، واحده عاليه عن واحده شويه. انما الكوتروفروم كوتروفروم بميزها ان فيها هي الوحيده اللي فيها جينيتال ذكر. بص خلاص خلص الكلام يا سيدي الفاضل. الادلت وورد ادي اهو، ادي البارامبستومم سرفاي، ادي البستيرو سكر، وادي الانتيرو سكر، وادي الانتستين كورجيت لغايه الاخر كده. كوتلوفر نفس الكلام بس فيها جينيتال سكر، خلص الكلام فيها جينيتال سكر، خلص الكلام. الكارميل سيجيرس اهو وصلهاش لغايه الميدل، عمرها ما توصل لايه؟ للتست تحت. الكارميل سيجيرس هي عامله فيها جزئين، جزء كون اهو في الاول شكل، وبعدين ديسكودال من تحت. الشيسوما بوفيس والشيسوما ميلو فيميل، الشيسوما بوفيس ميلو فيميل طبعا انت شايف ان الفيميل بتبقى سن ولونج سلندريكال، والاوفري بيبقى ات ذا ميدل اوف ذا بودي، الاوفري اهو بيبقى ميدل زي بودي. ماشي، انما في التيست هنا في الميل بيبقى فور تيستس ارانج لونجوتيدينال، وبيبقى سيبرال يونيون اند سيبريشن اوف انتستاينال سيكا، يعني وفيها جينيك وفور الكنة. السركاريا في عندي نوعين بنشوفهم، ليبتو سيركا السركاريا ده بتاع الفاشولة بيبقى ليها سيمبلتين بالشكل ده،
والفرق وسيركس الكاريا بيبقى بالشكل ده، فرق وسيركس الكاريا. طبعا خلي بالك دي بتاعت البلهارس انما دي بتاعت الفاشيوم. الانسيستد ميتا سيركاريا اهي بتبقى على الجراس في حاله سبيريكال وليها سيك بول وكونتوننج البودي بتاع السيركاريا، ودي بنقول عليها بتاعت الفاشولا سبيشيز انسيستد ميتا سيركاريا اونوجراس. ميتا يعني اللي بعد، والسيركاريا يعني الطول اللي بعد السيركاريا، انسيستد يعني المتحوص. ده انسيستد ميتا سيركاريا اونوجراس وهي الانفكتيف ستيج. خلي بالك في الهيتروفس، الهيتروفس بيحصل لها انسيستيشن داخل المصل، ودي شريحه من تحت الصوره دي من تحت الميكروسكوب. انسيستد ميتا سيركاريا اون انسيستد ميتا سيركاريا اون فيشنس. عندنا شكل الاج هنقارن بينهم وبين بعض. الاج بتاعت الفاشوله واحنا شفناها قبل كده وبتبقى اوفركوليتد وكبيره، وبعدين الاج بتاعت الهيتروفس تبقى سمول سايز اوف ان شيب سيك شيل اوفركوليتد نوب لايك سيجنز من الناحيه الثانيه وفيها ماتيور امبرو. ودي الاج بتاعت السوما هيماتوبيوم سوما مانسوناي، دي هيماتوبيوم ليها لاتراس باين ودي مع منطمة، هما الاثنين دول هما توبي، دي الاج دي هما توبي، دي اللي هما الاثنين اج هما توبي. خلاص طبعا انا بشكر اعضاء القسم بعد كده هندخل على السيستوت. والسيستوت فيها اول حاجة بناخدها الدايفلوبوسترام لاتم، السكولكس بتاعتها بتبقى ماتيور لها السكولكس. هنكمل هنا الجزء الثاني وهو السيستوت الدايفلوبوسترام لاتم، هناخد لها السكولكس وماتيور سيجمنت والاج. السكولكس بتبقى عباره عن تو جروبس والانجوتد. اليوترس اهم ما يميز ان فيه روزيت شيب يوترس، والاج هنا بتبقى اوبركوليتد لكنها مش واضحه او البروكن بتاعها كويس، وهي قريبه من قريبه قوي من المشهور. تينيا ساجيناتا سكولكس اربعه ساكرز اوت دروستيلم ارهوف، والتينيا سوليوم اربعه ساكرز ودروستيلم ودهوكس واضح قوي شكل الهوكس. تينيا ماتيور سيجمنت، تينيا سبيس ماتيور سيجمنت، هنا قلنا ده اليوترس تيوبر اليوترس وده باي لوبيد اوفري وموجود في البستيرور بتاع السيجمنت. وبعدين تينيا ساجيناتا وتينيا سوليوم جراف سيجمنت، هنا النمبر بتاع البرانشز بيبقى في السجيناتا كتير يعني بيتراوح لغايه يوصل ل 15 ل 30، لكن في التينيا سوليوم نمبر اوف ذا لاترال برانش بتاعت اليوترس بتبقى من 7 ل 13. والسيركس بوفس سيركس سيلولوزي سيركس بوفس بتبقى بلادر شيب لايك وانفاجينيتد سكولكس وفيها فور سكر لكنها ما فيهاش هوكس. التانية نفسها بالظبط بس فيها هوكس اهي، لان دي هتدي قضب دي هتدي قضب. تمام. التانية اج بتبقى سبيريكال وفيها اوتر براونش رادييتد لاير وول، وبعدين فيها هيكسا كانز امبرو من جوه. يبقى فيها اول حاجه سبيريكال اوتر براونش رادييتد ستريتد امبرو فير او شيل وول، وفيها هيكسا كانز امبرو من جوه. الادلت اللي هناخدها هنا الكاينوكوكس، ودي تلاحظ ان هي ذا سمولست ستود وكلها بتشوفها كم تحت الميكروسكوب لان فيها سكولكس ونيك وثلاث سيجمنت بس ماتيور وماتيور وجراف سيجمنت. وبعدين ده كروس سيكشن في الهيدات سيست، هتشوف فيه السكولكس والدوتر سيست والبرود كابسول والجيرمنال لاير والاوتر فايبرس لاير. وده عباره عن هيدات ساند، عباره عن الحاجات اللي موجوده جوه السيست، وهي عباره عن خلاصه السكولكس والبرود كابسول والتينويد هوكس اللي موجوده فيها والفلويد اللي كان موجود داخل السيست. ده برضه هيدات ساند نشوفه تاني. الدبليديوم كانينم اللي فيها فور سكرز في السكولكس بتاعتها وفيها روستيلا موز 3 رو او 3 تو 7 رو من الهوكس. الماتيور سيجمنت لاحظ ان اسمها داي بليديوم يعني فيها تو سيت اوف جينيتاليا، وبالتالي فيها تو كومن جينيتال بور وبتبقى لونجر ذان برودر وتو سيت اوف جينيتاليا، هي بتفتح من خارج فيها اوفر لاوفر عامل زي هورس شو شيب وتست تبقى انيومرس. لكن الاهم ما يميزها ان فيها تو كومن جندر بول في من ناحيه.
الجرافيت تبقى لونجر ذان برودر، وزي عامله زي الكمبر سيد، زي بذر الخيار كده في مليانه بالايج. الهنيدي بسنانه مينود بروفايدرز فور سكر اند روستيلم، وروستيلم ارمد وان سنجل رو من الهوبس في النان. وبرضه في الدمنيوتا في سكر بس ما فيش هوبس، في فور سكر وفي روستيلم لكنه ما فيش فيه هوبس. جميل. هيمليب سنانا ماتيور سيجمنت التس بيبقوا ثلاثة كلوز تو ايتش اذر ان ذا ميدل اوف ذا بارت اوف ذا سيجمنت، والاوفر بيبقى سنجل فاون ذا ميدل اوف ذا سيجمنت، يعني الاوفر يودي التس الاثنين ومره واحده، ده اثنين من ناحيه وواحده من ناحيه. في الدمنيوتا بيبقوا التس فار فروم ايتش اذر، بيبقوا بعاد كده عن بعض اثنين بس متطوحين بعيد، ودي واحده الناحيه الثانيه وبس الاوفر موجود في النص زي كده. الاثنين دول اهم، شوف بعيد ازاي، لكن شوف دول لازقين في بعض وجوه قريبين من الاوفر كده. هنريد اسنانا ايج بتبقى اوفر ان شيب وتو ممبرين وترانسلوسنت، والانر ممبرين عليه نوبلاك سيكنس كده وهقلي او بولر سيكنس، وفي فيلمنت كده موجوده، فبالتالي بتحس المسافتين دول بين الاوتر انر ممبرين فيها حاجه زي العقار كده او فيها فيلمنت موجود. الدمنيوتا تحس ان مفيش الفيلمنت ومفيش البولر سيكنس، ده اللي موجود اللي زي هنا كده زي ده مش موجود هنا، واضحه والمسافه بين تو ممبرين كده فيري كلير. السيستركويد ودي شريحه فيها دبل وول سيست وانفجينيتد افيرت ديسكولكس. المونيزيا ودو انواع المونيزيات، مونيزيا اكسبانس ومونيزيا بنيدين ومونيزيا فينتيكولاتا ومونيزيا البا، اللي هي البا بنفرق بينهم عن طريق الانتر بوبيتيال جلاند. في حاله الاكسبانس بتبقى اكسباند على اللاترال على البستيرو مارجن اوف ايتش سيجمنت، في حاله البنيديني بتبقى عامله رو بالشكل ده اهو زي الخط ده، في حاله الالبا ما فيهاش انتربوبوليتين جلاند. مونيزا تراجونوفورا لا فيها انتربوبوليتين جلاند، لكن التس عامله شكل الهرم اللي انت شايفه ده، ده ما الكوليكشن بتاع التسس على اللاترال ساير بتاع السجن. والانتربوبوليتين ممكن تبقى موجوده في الميديال على هيئه اكسباند يعني. الافتلاينا ودي فيها ماتيور سيجمنت تبقى ماتش برودر ذا لونجر شكل كده، وفيها فور جروب من التستس، وفيها سنجل اوفري ويوترس، وبتبقى ما فيهاش فيتلاين جلاند عشان كده بيسموها افتلاين. الجراف سيجمنت تبقى اليوترس بيتحول لساك كبيره وتبقى فيها بير شيب بارا يوتراين اورجان، بارا يوتراين اورجن، يبقى الفتلاينا فيها بارا يوتراين اورجن. العنبلو كيفلا ماجنا والسكولكس هاز نور سلم اهو، فيها اربع سكرز بس انبلو كيفلا يعني النك بتاعها صاير قنصه كده ما فيش نك فيها خالص، يعني ما نقولش انه نك، هي انبلو يعني حاجه بسيطه خالص ادو سيجمنت ماتش برودر ذا لونجر، يعني كلها واخده بالعرض بالشكل ده. البولترس ستون دريتنا كانوا بسريدا، ودي روستيلم وفي سكر روستيلم وسكر ارمد وز هوبس واربعه فور سكرز راوندد، والتتراجونا دي روستيلم وسكر ارمد وز هوبس برضه والسكر ار اوفل، دول عباره عن اوفل راوندد يعني فرق مش هتقدر تفرقه قوي، لكن ماشي. كتبنا ده يكون بورا برودرز ار لونجر، وفيها دبل سيت اوف جينيتال يعني فيها تو كومان جينيتال بورد، واحد فاتح هنا وواحد فاتح هنا، وتستس بتبقى بستيريو سيتويتد بالشكل ده. كوتيكنا دايجونوفورا ماتيور سيجمنت دي من الحاجات اللي فيها تو سيت اوف جينيتال. النيماتود واحنا كنت نزلت لكم فيديو قبل كده عن النيماتود كاتريز، لكن ناخدها مراجعه. طبعا هنا 6 ار سيبريت، ودي شكل الاسكارس ايج في الهيومن اسكارس لامبروكوتس، بتبقى ليها اوتر ماميليتد لاير، وهنا التوكسوكارا في تلورا بالكفر فاينالي بيتد البيومينس لاير، فاهمني بيتد البيومينس لاير اللي هي دي. وبعدين برا اسكار سيكيورا فيها كورس بيتد البيومينس لاير،
والتوك توكار عطيته اللورة بتبقى فاين، انما دي بتبقى كورس، انما دي بتبقى ما من ليه. الهيتراكس جاليني والاسكري ده جالي، الهيتراكس جاليني اضغط ميل في ستيرو اند، ودي فيها ولد فولب بري كلواكا سكر، ولد فولب كود الالية، ادي الكود الالية اهو، وفيها تو دي سيميلار سبيكوز، ادي واحدة وادي واحدة، الاثنين بيبقوا دي سيميلار، واحدة شورت وسك والتانية لونج وسن. انما في الاسكري ده جالي بيبقى نارو كود الالي، ادوب حاجة بسيطة كده يعني، ادوب يعني صغير كده، ولكنها في تو سيميلار سبيكوز، تو سيميلار سبيكوز موجودين شبه بعض يعني. في الابزيورس اكواي ميل، طبعا اهم حاجة ان فيها دبل بلب اوسوفيجاس، وفيها بالسيرو اند بيبقى كيرف بالشكل ده، الفيميل بتبقى ليها ستريت تبرنج بالسيرو اند، والايج بتبقى بلانو كونفكس وفيها ماتيور لار. تراكيورس اوفيس، طبعا الكرباجيه اللي متقسمه جزء اهو رفيع لقدام ده بنسميه انتيرور بارت، بوستيرور بارت بيبقى سوري اللي بتكون التراكيورس اوفيس بتبقى جزئين، جزء بيبقى انتيرور بارت سن بورشن اللي هو عامل زي الكرباج ده، والسيك بارت اللي هو ده، طبعا في الميل بيبقى كيرف بالسير اند، في الميل بيبقى ستريت بالسير اند، وبارل شيب سيك شيل تو مكود بلاجز اللي هو الايج، ودي بنسميها تريكيورس اوبس ايج، شبه الصينيه كده لو انت فاكر. انكلستوما ديدانالي فيها تو بيرز من التيس ده في الفك الكبسول بتاعتها على الفنترال سايد، ولكن الكراينم فيها 3 بيز، لو انت قلت 1 2 3 و 1 2 3 دي الكراينم باك كابسول 3 بيز اوف تيس سنترال ريجن، ودي الكوبولاتري بيز بتاعت الانكلوستوما عموما. فبنروح على انكلوستوما سبيشيز ميل كوبولاتري بيز، انكلوستوما اجت خلي بالك ليها سين شيل واراوند بولز اهو، وبعدين فيها ترانسلوسنت كونتين 4 سيلز جيمبر ممكن 4 8، وبعدين هتحس ان في مسافه بين الشيل وبين الكونتنت اللي جوه. هومونكاس كونتورتس كوبلات ريفيرسا بشكل مميز، فيها تو سيمتريكال لوبز وفيها اسيمتريكال لوبز موجودون، والدورسال لوبز كون اتاتش تو ذا ليفت لاتر لوب اد ذيس بيس، يعني اهو لاقيين طبعا، وعامله زي حرف اليو شيب زي المفتاح بتاع الفالفا از كفرد ويز تانج شيب فلاب اللي هو ده تانج شيب فلاب ده هو بيغطي الفالفا في الهومونكس كونتورتس ادلت في ميل، ودي الميل عليه كوبلات البيرسا المتميز بتاعها عامله زي اليو شيب، وهنا في الفيميل في حاجه اسمها فالفا كفرد ويز تانج او تانج شيب فلاب تانج شيب فلاب. السرونجيلاس فارجاريس والسرونجيلاس اكوينس والسرونجيلاس ادنتيتس بكر كبسول، اولا في الكل كلهم اوفل بكر كبسول وليهم انترنال اكسترنال ديب كراون ماشي، انما في حاله السرونجيلاس فارجاريس فيها تو اير شيب دورسال تيس از اتس بيس، في حاله الاكوينس تو سمول كونيكال شيب تيس اها، في حاله الادنتيتس ما فيش، يبقى دي عبارة عن اير شيب، وانما دي عبارة عن كونيكال شيب تيس. اوسوبوسيمم اوسوبوسومم كولامبينم انتيرور ان لهاز انتيرور ان اكستيرنال ليف كراونز على الولد فولب، وليها لاترال الي ولد فولب، وهاز سيرفايكال بابلي ترانسفير سيرفايكال الي اه ترانسفير سيرفايكال جروف ترانسفير سيرفايكال جروف، والاسوفجاس ده شكله كلاب شيب، انما الشباب ده وفينا بقى كبسول بالشكل ده، الباك كبسول لارج وكونتين ما فيهاش تيس خالص، وفيها تو سمول كراون ليف كراونز من فوق، والانتيرو اند از سلايتلي بنت سنترالي مايله كده عامل زي جدا في الفوق. الهابرونيمات دول ثلاثة، هابرونيما ماسكا وهابرونيما ميجاستوما وهابرونيما مايكروستوما، الانتيرو اند بتاعتها تبقى لشكل الفارنكس بيبقى البوق بتاعها شكل ايه، الفارنكس هنا سلندريكال اهو في حالة الماسكا،
في حاله الميجاستوما اهو فانل شيب اهو واخد ده الفارنكس فمخلي البق واسع اهو من قدام فنسميها ميجاستوما. والفارنكس هنا انفيرتد فانل شيب في حاله المايكروستوما وبالتالي البق بيبقى مايكروستوما. يبقى في مايكروستوما ميجاستوما والمصر ده كات سكشن. بنشوف في السبندل شيب سيست على التريكينيلا سبيراليس. التريكينيلا سبيراليس بتبقى موجوده في المصر لارفا من ست لارفا. وبعدين الشريبا كروبتي هنشوفها في السيك بلاد فيلم بالشكل ده. وبعدين ديت عباره عن اونكوسيركا فولفس كات سكشن بنشوف فيها اليوترس مليان بالفيلاري او المايكروفيلاري اللي موجوده اللي ممكن هتطلع. لان هنا في الاونكوسيركا فولفس او اونكوسيركا جابسوني المايكروفيلا بتفضل في الساب كوتينسيشن ما بتروحش البلاد. انما في شيبا كوفت بتطلع بالليل عشان كده بيسموها نوكتورنال بيرجستي وليها انترابتد كولم كده وبتبقى في شيز كده حاليا شيز بروجيكشن على الاكستريمز بتاعتها. انما في تريكينيلا سبيراليس اللارفا بيحصل لها انسستيشن في المص وده كروس سيكشن ليها. شكرا جزيلا لكم. وقبل ما اقول السلام عليكم اود ان اشكر أعضاء قسم الطفيليات بكلية الطب البيطري الدكتورة سارة عبد العال مدرس في القسم والدكتورة سلوى محمود المدرس المساعد وخلاص هنناقش لها دكتوراه قريب إن شاء الله والدكتورة رقية مدرس مساعد بالقسم والدكتورة هاجر اللي هي الوجه الجديد المعيدة بالقسم. ولكم وللجميع كل الشكر والتقدير. وان شاء الله بينا مع بعض لغايه لما نعدي الظروف اللي موجودين فيها. واذا حد اي حد يحتاج اي حاجه احنا مش هنتاخر عنه ابدا. وان شاء الله هنشرح مره واثنين وثلاثه لغايه لما ان شاء الله ندخل الامتحانات واحنا مستعدين. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.